يقول نعم يقول أشتغل في مكان وأقوم بجميع واجباتي الدينية، فهل يعتبر مورد رزقي فيه شبهة؟ لم يوضح هذا، يقصد فندق بمنزل ولا؟ إذا كان غير واضح المكان السؤال. إذا كان المكان فيه معاصي وأنت تشتغل وتعاون عليها فلا يجوز هذا، أما إذا كان المكان ليس فيه معاصي ولا مخالفات والخدمة مباحة ليس بها شيء محرم ولا تقدم شيء من المحرمات للنزلاء فلا بأس بذلك. نعم، طلب الرزق مطلوب. نعم.